يقول هل يوجد حديث صحيح صريح يوجب تغطية المرأة للوجه والكفين؟ ما كان عند المسلمين شك في هذا إلا لما جاءت التيارات الحديثة والأفكار الحديثة وظهر الجهل في الناس صاروا يتحدثون بهذا الأمر، وإلا كانت نساء المسلمين تحتجب. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الجلال أو العباءة التي تجعلها المرأة فوق ملابسها، الجلال الكبير اللي يسمى بالملاءة، أمرها الله أن تغطي به وجهها عن الرجال كما تغطي به جسمها. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب هو الساتر الذي يستر المرأة من جدار أو ثوب أو غير ذلك مما يواري جسم المرأة عن الرجل. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها تخبر بأنهن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بهن الرجال سدلت إحداهن خمارها على وجهها، فإذا جاوزوا كشفناه. هذه أدلة صريحة واضحة، لكن الهوى يعمي ويصم كما في الحديث أو كما في الأثر.